الزول ايت ما دستما مرحبا يا سفني اي كتا مزيخت المهم استخاتين نراني الدرس مزوارون الدرس ايات غيف دي انجليش الفابيت يعني تفينا لونجلي شي مدن دا دي تفات بنان دا ستي ايرين مدلونجي غرس غرس الارادة دي مدلونجلي ولا يني دا دي تفات ينهي الحاش نتا مزوارو تراتي دي سينا مثلا ادخل تفينا غنسور لات انتي سينا ورسلاح انتي ندور ديريكتر سوا لا ولمكين هذا شي يوم لحقاش دا تدو تشيتي كار مثلا دا دي تدو زاكن انجليزي ينهي What's your name? دا ستيت My name is Ali ينهي Ali دي تراب انت عالي نا ما قلت لك كان تنام كان عاداتي كان عاداتي لا قلت لي يعني دي تديني ياك هاو دو يو سبيل ات يعني ما زعما شي دات تنطق تدي سنيت سنيت تتخط ماشي اي شيء هذا انا شي يوم جيت سنيتي تاع انت ديان على ماشي تتخي انا تيت ال اي اي لا غوش اي غوشك الحقيقي ال دد تيتس اي مثلا A li كي داس تخي ما اي تخلا ماشي اي يعني شيين دا تنطق الفرنسي هات ا آه تتخ الفرنسي وين لونغلي ماشي اي داستين تتخ ديا تتفات مثلا تتخ ا آه داستيني داستين الفرنسي ا آه. تعاند اول غادي شان اكزومبل مثلا دي غادا هاتين تتخ داستين او تمشي او تاتين داستين اي ارتخلط شي الامور شي دي كارت غير داك السور تاع هاتين تا مثلا تتخ تجي تتخ جاي تتخ نغد تا هاتين تا تتخ هاتين مثلا كي تتخ كيو هاتين لا الفرق بيناتهم يعني ضروري خص تيسين تيسين تيفينا سلون كريم مزيان تيسين تمشي دا تونطاق باش باش تواصل تد بنادم مزيان كي فهمت فهمت يعني استراتين هذا دور مهم اتكتب مالك تبغى لنا الحروف ختان اليني مزان اذا كي تكال لن تكتب الحروف ختار اتتي انشر حيط خاتين قام الدرسيان اذا كي تكال لن تكتب مزان المهم داك صن ان نركز غير في البرونسيشن ان نركز غير في النطق ماشي دا تنطق وياتين نسن مزيان ماشي دا سنتيني اتنتيسين باي هارد يعني اتنتيسين مزيان اتنتحفظ مزيان يعني ان نبدو الحرفه مزوارو تسنتيني اي ماشي ا اصل الفرنسي الحرف مزوارو يات اي عاود خصك تعاود فداتي عاود اسم تعاود اسم شحال انت كلت شي ديال فني فدا مسنيت هذا كي يقيم الدماغ انت هذا كي يقيم الدماغ اي بي 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 الحرف السكرات يات سي سي خشي تم بسنين دات انت وانت ستقلت شان الجر شوي مشي سي دي واتخ ماشي او لا ايا اي مشي دات انتاق توا تخصو فرنسي مشي ناينا تنتاق توا دا ستيت اي اف جي جي وشو عاتين ايتش هتسمون دات الكلمة وكانت التانا ايتش ياتني الكلمة ايتش هاتسون داك شي شان جابون شي المهم هاتسون اتش وين ديك الكلمه يا خويا ديالها المهم اتش ماشي اش اش هاد الفرنسي تاتخت يا اي 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 ماشي اي الحرف قاتين هي جي جاتي لا الفرق بين واهاتين دوا وتخدي تنطق جي وتخ جي جي كي كي عفوا كي يلي ال ام ان وتخلاو ندي سنت من المشكل يلي واتخ ماشي او ماشي او لا او امثل لك ان دبليو دينا او بي يلي تطخ ها ماشي كاي تخنا لا لا الفرق بين سبعين وعاتين دوا تخديا واتخ كي واتخ كيو نعين ديال وعاتين ار ماشي ار ار يلي ديال اس تي واتخ ماشي او يو وعاتين في دبليو اكس
واي ماشي إيغريك. واي يا مثلا تخسر السؤال كي تاي واي ماشي ضغط ضغط ماشي دا سنين في بنادم مارس لونجلي واي نفس الشيء اللي تنطق تواتي الحفان قالوا يا تزيد هات ندي نعاود الزربه وتخيات اي بي سي دي اي اف جي اتش اي جي كي ال ام ان او بي كيو ار اس T U V W X Y and Z. المهم مش ما تفهموا يا تين عودة الفيديو تحاول ما تفهم يمكن مثلا ندي تاسي تقول حرف تشتاسي تسني الاكزامبلز تنت الامثله تتفهم. المهم الدرس النغات غير في الفابي نتمنى تتفهم ارنت ملاقي قال الحصه يا ضني نشرح حياه الحاج يا ضني.